مرحبا بحضراتكم من جديد. لسه مكملين مع احد من نجوم الكره المصريه، احد من افضل اللعيبه اللي جت في الباك رايت، سواء في الاهلي في الاسماعيلي في الزمالك، في كل حته بيبقى موجود فيها بيكسر الدنيا واحد على واحد، كان بيعدي من احد. كابتن محمد عبد الله مشرفني النهارده كابتن مصر، مرحبا بحضرتك. حبيبي يا كابتن عمر، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام طمني عليك. الحمد لله. ايه كله الاخبار؟ كويس الحمد لله. والله كله تمام. مختفي؟ لا مش مختفي ولا حاجه، موجود ليه بس موجود دلوقتي نور الميديا، قبل كده كان حبيبي. زورك قليل. ما انت عارف ما بحبش اطلع كتير. انا عارف يا كابتن، انا عارف، لكن يا كابتن نقول حضرتك يعني معانا، مهم جدا نتكلم عن الماتش الاهلي وفي المراسم بشكل عام، قبل ما نروح نتكلم عن الدراويش وحق اصيل ان احنا نتكلم عنهم بعد للاسف خساره نادي الاتحاد. واتكلمنا انا وحضرتك قبل الهوا وموقف الاسماعيلي باساء جدا، ولكن قول لي مباراه الاهلي وبالميراس، هل حضرتك شايف الاهلي يستحق الميداليه البرونزيه؟ هل موسيماني بداية التشكيل طمنك وقال لك ان الاهلي ممكن يحقق نتيجة ايجابية؟ هو التشكيل النهارده واقعي في ظل الغيابات حسين وكهربا، مع العلم ان برضه يعني كان ممكن ما يبداش بيهم عادي. يعني لو هتتكلم على حسين الفترة الأخيرة باستثناء الماتش اللي فات، يعني برضه حسين ضارب وسط شوية. كهربا برضه ما بيلعبش على فترات، يعني في ممكن يكون في ظلم شوية لمحمد شريف، انما النهارده الماتش كويس، أدوا بشكل كويس، في تحرر عن الماتش اللي فات، حته القلق والخوف اللي كانت موجوده. وضع طبيعي ان انت بتلعب الباير، بس احنا برضو انت بتتكلم انت نادي الاهلي، ان كان ده بطل اوروبا انت بطل قاره افريقيا. فلو نفس الاداء ده ونفس الروح كنت ممكن تلاقي حاجه الماتش اللي فات، مع العلم برضو يعني عشان برضو نبقى نتكلم على الورق واقعيا، الباير هيكسب بس مفيش حاجه بعيد عن ربنا، مفيش حاجه بعيد. يعني ايه الكوره علمتنا كده؟ وارد ان انت ممكن تخطف، زي احنا قلنا مثل بسيط، مباراه مصر وايطاليا كاس العالم للقارات، مصر والبرازيل، مصر والبرازيل، انا بتكلم على مكسب بالاخص، يعني مصر وايطاليا في كاس العالم للقارات، مصر والبرازيل، الحكم الرابع اللي هم اصلا مش عارف ازاي، لا كان في فار ولا كان في حاجه، الحكم كان هيعديها، كان هيعديها، كانت هتمشي، كانت الحكم هتمشي الرابع حاجه كده بالظبط. فالكوره فيها كل حاجه، الكوره علمتنا انها فيها كل حاجه. فكنت اتمنى طبعا ان ماتش الباير يبقى افضل من كده، ان احنا يعني ما كناش متوقعين الاداء بيبقى بالسوء ده. يعني انت الشوط الاولاني لولا ستر ربنا كان ممكن فعلا الماتش يطلع 2-3، يعني اختراقات من العمق، يعني حتى انت بتلعب زون ديفنس واللعيبه من القلق والتوتر اختراقات بالجمله، مساحات بالجمله، مع العلم انت شغال المفروض ان ثلاث كتور قريبين من بعض، مساحتك قريبه جدا من بعض، بس كان في اختراقات. الشوط الثاني عدل من الطريقه نوعا ما لما نزل ديانج وقفلت نص الملعب واللعيبه حست بالخطوره شويه. وبعد كده الباير لعب على قد الماتش. لعب على قد الماتش، يعني هو اشتغل الشوط الثاني شغل تجاري زي ما بنقول. انما كاداء مجمل طول البطوله كنت اتمنى النادي يبقى افضل من كده. النهارده الاداء افضل كتير، يعني انت بتتكلم كان هجوميا او دفاعيا، لا افضل من الماتشين اللي فاتوا. انا عايز اعلق على كلمه حضرتك قلتها، جمله حضرتك قلتها وعايز اقارنها بيك. حضرتك قلت حسين الشحات يمكن ضارب غوص بقاله فتره. حسين الشحات انا شايف انه قريب ليك، لعب باك رايت، ولكن امكانياته المهاريه اللي موجوده عنده خلته يلعب حته اللونج رايت. طيب لو قارنت حسين الشحات بمحمد عبد الله، وهل حضرتك شايف ان اللاعب المهاري، اللاعب اللي عنده سرعات، استفيد منه في حته الباك رايت وان هو يزيد زياده عدديه، ولا 3 5 2 كانت مختلفه عن 4 4 2؟ ولو حضرتك المسؤول دلوقتي عن توظيف حسين الشحات، هل هتخليه يكمل في حته الوينج رايت او التلت الهجومي ده يلعب طرف يمين مهاجم، ولا ترجعه باك رايت عشان هو بيحتاج مساحات؟ بص اقول لك على حاجه، حسين مش اللاعب اللي عنده دريبل او ما عندوش سرعه بالاخص، يعني هو واحد ضد واحد بيشتغل كويس، كورته كويسه وكورته سلسه، فالنوعيه دي ممكن تحتاجها تحت. يعني توظيف حسين لو لعب باك رايت زي ما لعب في الشرقيه للدخان او زي ما لعب في المقصه بالظبط هتستفاد منه كتير. البعض بيقول لك الدوري الاماراتي كان يعني بعيد عن الدوري الاماراتي. لا مش فاهم قصدي، بكلم حضرتك ان حسين في الدوري الاماراتي ممكن نلاقي الامور اسهل. لعب. ممكن الامور تبقى اسهل بالظبط. في مصر الدنيا تبقى صعبه. مش الدوري الاماراتي بالدوري المصري، الدوري المصري اقوى. مع العلم ان هناك في امكانيات على اعلى مستوى رهيبه. يعني حضرتك شايف ان حسين يرجع يلعب باك رايت لو لعب باك رايت استفاد منه. في الطريقه دي كمان تشغل اربعه من تحت، والراجل موسيماني بيحب التحضير من تحت، عايز يطلع بالكوره من تحت، فانت محتاج اللعيب بالنوعيه دي. وبرضه عشان ما نظلمش محمد هاني، محمد هاني ماشي بشكل كويس، يعني الماتش اللي فات والماتش ده شغال بشكل كويس، شغال بشكل هايل. فانت ممكن تحتاج حسين الفترات اللي جايه. واللعيب الجوكر لما انت تشتغل بيه ويبقى عندك لعيب بنوعيات دي ان هو يشتغل في اي مكان، دي بتبقى يعني حاجه جميله قوي للمدير الفني. انما حسين الحته اللي فوق شغال بيها برضه بشكل كويس جدا، بيقدر يوصل، عنده حلول، بصير كويس، بس انا بقول لك كتوظيفه ممكن لو انت احتاجته في الباك رايت يشتغل افضل كمان من فوق. وعندك كده كانت عندك حلول فوق، يعني برضو عشان انت عندك كهرباء، عندك طاهر، عندك شريف، عندك وليد لما يرجع ان شاء الله،
عندك المكان ده مليان، ممكن يعني تستخدم الناس دي وتستعين بيهم في ماتشات معينه. انما هي طرق اللعب واحده، انما بس هي عايزه اللي يأدي وينفذ. هل ثنائية محمد هاني وطاهر محمد طاهر أفضل من ثنائية هاني وحسين الشحات بالنسبة لك؟ لسه أنا كنت بتكلم برضو مع كريم برا، طاهر من النوعيات اللعيبة اللي أي مدير فني يعشقها. أنا معجب بيه جدا فوق مما تتخيل. ده دي عمره ما شدني غير في كأس عالم أندية. صفقة هايلة. يعني أنا بتكلم ظهر قوي في كأس عالم أندية، بانت الشخصية وبانت فارق الخبرات اللي موجودة، حتة الثقافة اللي موجودة عنده بانت في الملعب، الثقافة اللي موجودة عند لاعب كرة القدم كابتن عبد الله. طاهر لو أنت في المقاولين تشوفه حد مركز قوي من المقاولين، عارف هو عايز إيه، من نوعيات مش بتاع كاميرا، مش بتاع شو، هو دماغه في الملعب بس. وزي ما بقول لك، زي ما احنا بنتكلم على لعيب الكورة، لعيب الكورة دلوقتي ال 50 50 مش مطلوب. 50 50 بمعنى إيه؟ ان ممكن لعيب كوره بيأدي 50% التلت الهجومي وعنده ال 50% التانيين ضايعين في الحته الدفاعيه، انما طاهر بيأدي الاثنين ما شاء الله 100%. فالنوعيه دي مطلوبه، الكوره الحديثه دلوقتي في العالم كلها دلوقتي انه كله بيبقى تحت الكوره، وده المطلوب، بل بالعكس ده هو عنده شراسه دفاعيه كمان، فده المطلوب. انما طاهر ما شاء الله بقول لك من الصفقات الناجحه جدا اللي جت الفتره الاخيره في النادي الاهلي، اتمنى له طبعا التوفيق وان شاء الله يعني ان شاء الله. ما جاوبش على سؤالي، في ايه؟ ثنائية محمد هاني وطاهر ولا ثنائية محمد هاني وحسين الشحات؟ لا طاهر وهاني. طب لو حسين الشحات رجع باك رايت، هل الاهلي هل موسيماني ممكن ياخد ممكن ياخد جرأة زي كده ويجرب مثلا يلعب حسين الشحات؟ ياخد، ما عندوش مشكلة. بس موسيماني جه ما حدش قال له ان حسين ممكن يلعب باك رايت، ولا دي مش محتاجة حد يقول له؟ المدير الفني الشاطر والذكي؟ اكيد هو يعني انه شايف. وممكن يعني ممكن هو جاي على السمع ان هو شغال في الحته اللي فوق، او ما شافوش، او ما اشتغلش معاه في الحته دي، او في التمرين ما اشتغلش كباك رايت فما يعرفش. فممكن يجهز اللي معاه ما يعرفه بس. طيب شفت حضرتك قلت اداء او تشكيله النادي الاهلي تشكيل واقعي بالنسبه لك وموسيماني، هل تشكيل واقعي لما حسين الشحات غاب وكهربا غاب فاضطر يلعب واليا واضطر ان هو يلعب بثلاثه في نص الملعب وثلاثه قدامهم، فبالنسبه لك كان واقعي، ولا لو ما كانش فيه غيابات وكان لعب التشكيل اللي لعب بيه ماتش الضحيل فما كنتش هتقول كده؟ لا لا بالعكس خالص، يعني هو لعب في الدحيل ب 4-2-3-1 4-2-3-1، النهارده لعب ب 4-3-3 نفس الاداء او يعني نفس الطريقه بتاعت بايرن. هقول لك على حاجه، هو ظالم ناس كتير في المكان، يعني هقول لك النهارده قفشه اتظلم، قفشه مش لاعب طرف، قفشه هيلعب 10 فقط لا غير، يا اما هيلعب ثالث مع الاثنين الديفندرات، يلعب باثنين راس حربه وواحد قفشه تحتيهم، ولا كان يلعب قفشه ممكن انت ممكن تشتغلها 4-2-3-1، قفشه تحت اللي هو 10، تحت راجل 9، تحت بواليا، تحت شريف، تحت كهرباء، الناس اللي بتلعب فروت صريح. ده مكان قفشه. قفشه مش لعيب طرف تماما، مش لعيب طرف. فايلر لعبه في ماتش الزمالك وكان وحش كده. ما ينفعش قفشه بالاخص، قفشه برده ما عندوش اللي هو لعيب الطرف ده في الوقت ده وفي الكوره دي في الاوقات اللي احنا شغالين فيها عايزه اتنين سرعه جدا. بالاخص الاطراف اللي بتبقى شغاله من بره. فانت محتاج حد زي طاهر، حد زي كهرباء، حد زي محمد شريف، الناس اللي عندها سرعات. انما انت النهارده ظالم قفشه، عشان برضو كده قفشه برضو تحس ان هو مش موجود، ملغي. حته مين يلعب مين ما يلعبش، النادي الاهلي ما بيقفش على الكلام ده. انت اهم حاجه انت اخترت التشكيل كويس ونازل اي حد، مين اللي هيلعب مين اللي بره، كله بيأدي وعارف اللي ليه واللي عليه. انا بقول لك طرق اللعب كلها واحده، بس مين اللي ينفذني ومين اللي يطبق لي ومين اللي يقدر يشتغل في المكان ده. زي ما بنتكلم، زي ما بتكلم معاك دلوقتي بقول لك قفشه اتظلم في المكان ده. انت النهارده ما حسيتش ان الجبهه الشمال شغاله، لان انت عندك كده كده ايمن ما عندوش الناحيه الهجوميه قوي، ما بيدافع بشكل كويس، فالجبهه دي بقت ميته. قفشه عايز يلعب في المكان اللي هو 10 ده، ده بتاعه هو. دي ايه حتته ملكه، عارف هو بيعمل ايه، بصير كويس، يقدر يعمل لك ثرو، يقدر رجليه قريبه من الجون يقدر يشوط، انما انت رميته على الاطراف مش شغله، مش بتاعته. طب كنت شايف مين اللاعب اللي ممكن يلعب مكان قفشه لو موسيماني، بنتكلم على واقعيه اكتر، هل كان ممكن يستعين بمحمد شريف مثلا؟ بالظبط، شريف ده من الناس المظلوم. الناس اللي اتظلمت السنه دي بالاخص، راجل شغال معاك من بدايه الموسم وشغال بشكل كويس قوي، هداف واحد من هدافين الدوري والفريق. بالظبط، يعني انت جيت لغيته. بس هو دلوقتي بقى الترتيب بالنسبه لموسيماني بعد قدوم بوليا باليا، بعديه كهربا، بعديه محمد شريف. بقى الترتيب غريب جدا. طب انت لو انت ما عندكش قناعات بالراجل ده، ده الراجل ده اللي كان بيكسبك الماتشات اللي فاتت قبل ما جه الدور الاولاني كله، هو اللي شغال معاك ومن هدافين الفرق. طب ازاي الركنه دي كلها وليه وايه الاسباب وبدون مبررات؟
طب هل حضرتك شايف ان المدير الفني لازم يبرر للاعب لو هو ما لعبوش؟ ايه مبرره ان هو ما بيلعبش دلوقتي؟ ولا حضرتك شايف المدير الفني لا 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 لا. واللاعب علاقه محترفه، كل واحد حر عن قراراته؟ دي اللي احنا بنتكلم فيها. اللاعب لعيب والمدرب مدرب. بس اللاعب لما بيسمع الكلام ده في وسائل الاعلام بيتضايق، فممكن يكون شايل من وضع المدرب. طبيعي حتى لو ما سمعوش، حتى لو انا ما سمعش، اصل دي نفس بشريه ولازم ازعل. طب انا ايه مبررات ان انا قاعد؟ طب انا قصرت في ايه؟ فاكيد ممكن بيحصل كلام احنا ما نعرفوش، اللي هو ايه بيقول لك بين الكواليس، اللي هو الكلام اللي جوه الغرف المغلقه، ده اللي انا اعرفه ولا حضرتك تعرفه. صحيح صحيح. طيب كابتن بلال اتكلم على التغييرات او كان هيعلق على التغييرات، بس ما اديتوش فرصه ان هو يعلق عليها عشان خاطر عايز اخد راي حضرتك في التغييرات. يمكن مروان محسن، جونيور اجاي، محمد شريف، ابرز اللعيبه اللي لعبت، هل انت شايف لا التغييرات النهارده كويسه جدا جدا؟ مروان محسن تمام، تغيير كويس. ما اتفاجئتش بجونيور اجاي ان هو يلعب بعد ماتشين، يلعب المباراه الثالثه؟ بالعكس. مش شايف ان هو مش تسلسل؟ لا لا لا، اللعيب اللي بيبقى جاي عمر جاي من بعيد ده بيبقى جعان، جعان كوره زي ما بيقول، بالاخص اللاعب الحريف. وجونيور اجاي حاجه محترمه في الكوره، لعيب حريف وعنده حلول وعنده حاجات كويسه جدا. فده بيبقى جاي انت عارف عطشان عايز اعمل كل حاجه. فانت ما كنتش قلقان عليه النهارده؟ ما تقلقش على جاي، النهارده عمل شوط هايل بصراحه. شايف ان موسيماني كان باصص لركلات الجزاء اكتر علشان خاطر كده نزل اجاي وخلاه يلعب واحده من ركلات الجزاء مثلا؟ لا ما اصل اجاي نزل، اجاي نزل في الدقيقه 58، فنزل بدري شويه، نزل بدري اخر نص ساعه في المباراه، لعب حوالي 40 دقيقه بال 32 دقيقه. ممكن دي نزل في الدقيقه 58 58 32 دقيقه لو وقت بدل ضايع ممكن. لا 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 لا، مش بالعكس، هو اداله وقت واداله مساحه في ان هو يقدر يشتغل، وفعلا الراجل اشتغل بشكل كويس. تغيير مروان محسن شايفه مش كويس؟ مروان هل انت شايف الضغط اتشال عليه شويه يا كابتن عبد الله؟ لا لسه باين في ركله الجزاء ولا حضرتك حكمت عليه منين؟ لا 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 لسه. بص انا حكمت عليه من اللي انا بسمعه من ضغط الشارع عليه. بس الناس بعد ضربه الجزاء النهارده الناس زعلانه من مروان، مع انها حضرتك عارف حضرتها في زاويه كويسه جدا، الجون في زاويه وهو في زاويه، بس العارضه هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ اصل احنا بنقول ده ضربات حظ، والراجل حطيتك كويس جدا، حطيتك كويس جدا. طب امال الثلاثه بتوع بالمراس يعملوا ايه بقى؟ يعني الناس تقول عليهم هناك يعني دوري برازيلي ودوري قوي وناس. كابتن بلال قال لي دول بالنسبه للبرازيل حاجه صعبه جدا، مش دي كره البرازيل ولا طريقه لعب البرازيل. هقول لك على حاجه، انا اعتقد ان دي اسوا نسخه يفوز بيها فريق في كوبا ليبرتادوريس اللي هي بطوله امريكا الجنوبيه. أنا يعني كان ليا تصريح من فتره، انا قلت من الفرق المتواضعه، من الفرق المتواضعه. انا متابع وحتى اتفرجت على ماتش سانتوس، فرقه عاديه جدا. الماتش اللي فات فرقه عاديه جدا، فانا كنت بقول فرقه، يعني انا كان ليا تصريح قبل ماتش الاهلي، قلت فرقه في المتناول. طب لو كانت القرعه زي ما كابتن علي محمد علي دخل وقال ان القرعه ظلمت النادي الاهلي، هل حضرتك شايف لو كان الاهلي في طريقه بالميراس الاهلي كان ممكن يكون متواجد في البطوله النهائيه بشكل سهل، ولا بالميراس بعد خسارته من تايجرز يعني ما بقاش فارق؟ لا لا فعلا قرعه ظلمه، لو فعلا كان من البدايه الاهلي طريقه بالميراس الاهلي اللي شفته النهارده في النهائي. طب اسالك سؤال بالعكس، لو الاهلي لعب بالميراس قبل النهائي وصعد عشان يلعب بايرن ميونخ في المباراه النهائيه، تمام، الاهلي كان هيظهر بنفس الشكل اللي ظهر عليه في مباراه 2-0 ولا لا؟ هيصعد. لا انت مش فاهم قصدي. فاهمك. الاهلي لو وصل للنهائي قدام بايرن ميونخ، لو الاهلي كانت قرعته العكس، لاعب بالميراس في المباراه اللي قبل النهائي وصعد نهائي، وصعد نهائي للبايرن قدام بايرن، كان هيبقى نفس الاداء؟ ممكن يبقى في تحرر شويه، هيبقى في سنه قلق طبعا، انت بتلعب البايرن ما بتلعبش اي حد. بس تايجرس الغريب بالنسبه لي ان تايجرس النهارده لا خطر وبيروح وبيهاجم، مع انه من اقاد الفرق اللي اسمه لو شفته هتقول لا ده مش هيحقق. مش اسمه على فكره، دوري المكسيك قوي جدا. انا بتكلم يا كابتن على ايه؟ بالميراس اسماء لعيبه يعني؟ بتكلم على اسماء بشكل عام، يعني انت الطبيعي اللي بيحقق. الكوره اسماء عمر كابتن دلوقتي. كابتن الطبيعي، طبيعي مين بيكون في النهايه كل سنه او كل نسخه؟ تمام يا بطل، اوروبا، بطل امريكا الجنوبيه، بطل امريكا، بطل اوروبا، تمام كده؟ احنا شفنا بطل الاوكيانوس او بطل يعني قاره مش متعودين نشوفها في النهائي. تمام. يعني الثلاث اطراف، يا اما طرف من امريكا الجنوبيه، طرف من اوروبا، او طرف من افريقيا. تمام. والعين كان استثنى في البطوله او النسخه اللي قبل اللي فاتت. تمام. او النسخه اللي فاتت. هل حضرتك شايف ان الاهلي لو لعب قدام البارن في وعدى بالميراس كان ممكن ده يبقى فيه تحرر ويكون فيه خطوره وهجمات وتصويبات؟ وضع طبيعي، وضع طبيعي. انت عارف اللي عمل في الاهلي كده؟ كلام الناس والشارع المصري والضغط ونتيجه برشلونه اللي اكنها مثلا هتتكرر كل 3 4 ايام. لا نصب الصوان، قال لك نصب الصوان. انت اساسا انت رايح خسران الماتش من كلام الناس بس. بس ما كانش حد ضامن الاهلي ممكن يعدي الدحيل، الاهلي يعني الاهلي والدحيل يا كابتن عبد الله كان ممكن الموضوع يبقى صعب، هي ناس فكرت في بايرن قبل مباراه الدحيل. اقول لك حاجه، الدحيل انت اللي صعبت الدنيا على نفسك.
مع طب مين افضل دحيل ولا بالميراس؟ لا بالميراس طبعا. بجد والله؟ طبعا. لا 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 يعني دحيل اضعف. طب انت ليه صعبت الدنيا على نفسك في ماتش دحيل؟ هو انت اللي عملت في نفسك كده. ليه بقى؟ انت كان قدامك شوط تجيب فيه اهداف كتير، تجيب زي ما انت عايز. الناس هيباك بتعمل كل حاجه وانت شغال او شغال شغل استحواذ، بس شغل سلبي، والكره ما بتش استحواذ. استحواذ مطلوب بس يبقى بشراسه هجوميه تعرف تجيب، انما انا مش هشتغل على الاقل. انت شفت، لو شفت ماتش الدحيل 45 دقيقه اساسا احنا مش شفناش الشناوي 45 دقيقه، انت بس بتشتغل في اتجاه واحد. كان طيب. لازم يبقى ليك فعاليه اكتر من كده. طب انا عايزك تقول لي رايك في الناس اللي جت اتكلمت بعد مباراه بايرن والاهلي، وكاميرا جاي لما طلعت وايد كده فوق جابت مانويل نوير موجود في نص الملعب، فالناس بدات تاخد الموضوع بسخريه. ولا بسخريه ولا حاجه، وقال لك وقال لك ما انا بسالك وحضرتك تجاوب زي ما حضرتك عايز. الناس قال لك بص مانويل نوير عشان الاهلي ما هاجمش وما طلعش، فمانويل نوير طلع في نص الملعب وكان ممكن يطلع يهاجم كمان. اقول لك على حاجه، ده من انا مش عايز اقول لك ممكن يكون من قبل جارديولا كمان، لما قبل جارديولا ما يمسك الباير هو على طول متعود على كده. يعني دي مش جديده عليه. اساسا هو من الناس، يعني هو من افضل حراس المرمى في العالم، بيلعب رجليه بشكل كويس، وهو مطلوب مطلوب ان الجون يعمل كده. انت بتتكلم في فرقتك في نص ملعب الخصم، طب انت هتبقى فين؟ طب لو هجمه مرتده، لو اتقطعت تعمل كونتر اتاك، مين اقرب؟ فهو بيعمل دور الليبرو اللي الناس كلها طلعت واتريقت وقال لك ده طالع عشان النادي الاهلي. لا 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 خالص، الراجل ده حتى في الدوري الالماني بيعمل كده، مع في دوري ابطال اوروبا بيعمل كده، دي طبيعه عنده، هو متعود على كده. واتلسع منها، واتلسع كتير. يعني مش مره ولا مرتين، لا اتلسع، اتلسع كتير. فهو ما بيحرمش، هو دي طبيعته. هقول لك على حاجه، يعني يعتبر الالمان من افضل، عندهم حراسه المرمى من افضل الحراس، كان شتيجن واوليفر كان وهو كله عندهم الميزه دي، وبيلعبوا برجلهم بشكل كويس، فعلى طول هتلاقي حته الزياده دي هو بيزيد في ظهر الناس، بيزيد في خط الظهر بتاعه، فما عندهمش مشكله. وحتى لو غلط، اصل هغلط، ما انا بكرر وبتعلم من خطأي، فهو مطالب انه يعمل الكلام ده. وبعدين الكرة مختلفة بره عننا، احنا بس اللي بناخدها بس ايه بمحمل تاني، ان انت مضغوط طول الوقت، اصل انت ما شفتش مرمى الخصم فعشان كده هو زاد، او هو كلام اللي ملوش طعم زي ما بنقول. انما هو ما بياكلش عيش بالظبط. طيب كده نفس السؤال اللي سألته للكابتن احمد بلال لازم اساله لك. اتفضل. كابتن بشير وغير من الكابتن بشير يتابع لعيبه الزملكاويه المحترمين اللي احنا بنحبهم، كان ليهم بعض التصريحات وقال لو الزمالك لعب قدام فريق بايرن ميونخ مكان الاهلي كان هيعمل نتيجه افضل من كده. فانا سالت الكابتن احمد بلال وجاوب حضرتك نفس السؤال، ولكن انا عايز اعرف اجابه حضرتك بصراحه، وتقول لي بدون دبلوماسيه. ولا دبلوماسيه، أنا على فكره انا بعشق الزمالك جدا طبعا، وبحترم نادي الزمالك جدا وبعشق النادي الاهلي جدا وبحترم. انا لعبت هنا ولعبت هنا، والاسماعيلي كمان، والاسماعيلي ده بيتي، ده زي ما بقول لك ده الحته اللي هنا، الحته الشمال. طب قول لي بقى كابتن، حته ان نادي الزمالك يكسب لو كان موجود في مباراه البايرن الزمالك كان مش هيكسب، كان هيأدي بشكل افضل من الاهلي. خلينا نقول المكسب ده صعب، هقول انا مقتنع ان هو صعب، مقتنع ان هو صعب، انما لو اداء كان ممكن يأدي افضل من كده بجد. والله. ليه بقى؟ تعالى نتكلم، هنتكلم كوره، نتكلم كوره احنا، وبدون ظلم وبدون تحيز لاي حد، مجموعه اللعيبه اللي في نادي الزمالك ان كان جماعيه او فرديه افضل من النادي الاهلي. جماعيا وفرديا افضل من النادي الاهلي. بس كابتن احمد بلال انا بقول لك مع كل الاحترام لكلامي، انا سامع كلام بلال، انا بقول لك النقيض، وقال لك الاهلي جماعي افضل والزمالك فردي لا افضل. لا لا، هي الفرق بس في حاجه واحده، في نادي الاهلي ده، ودي سمه على مدار السنين. دي لو موجوده في نادي الزمالك، نادي الزمالك يعني كان ماشي مع نادي الاهلي خطوه بخطوه في البطولات بالاخص. السمه اللي بتفرق عن نادي الزمالك عن نادي الاهلي، النادي الاهلي واخدين الموضوع بجد. حته الرجوله الزايده والحماس الزايد، وانه فعلا ما يقدرش يخسر بطوله، دي معليه النادي الاهلي، دي مخليه النادي الاهلي في حته ثانيه. انما كامكانيات لعبه في الوقت الحالي، لا نادي الزمالك. بس كابتن حضرتك بتتكلم على وقت واحد، لكن على مدار السنين الاهلي، انا بقول لك هو على مدار السنين، يعني على مدار السنين الاهلي، لا انا بتكلم على الامكانيات الفرديه، لا انا بكلمك في الوقت الحالي، الوقت الحالي. لكن احنا بنتكلم في وقبل لا قبل كده، لا قبل كده كان نادي الاهلي متسيد، الجيل بتاعك والحركه كان متسيد. لا ما انا بتكلم على الامكانيات، يعني عندك ابو تريكه، بركات، عماد متعب، محمد شوقي، حسن مصطفى، عبد الوهاب الله يرحمه، جلبرتو، وبلال كان موجود برضه. لا الجيل، انا بتكلم على الجيل كمان اللي هو بعد الكابتن بلال، لا الجيل ده ما يقارنش بحد بصراحه، الجيل ده لكن دلوقتي الزمالك فنيا افضل، فنيا
ان كان افراد جماعيا افضل من النادي الاهلي. انا بقول لك لكن فلو كان موجود كان ادى بشكل افضل، كان هيأدي. نادي الزمالك عندهم يعني عندهم لعبه مش في دماغهم حاجه زي ما بيقولوا بلغه الكوره كده. بس يا كابتن حققوا سوبر افريقي، وصلوا لنهائي دوري ابطال افريقيا، خبراتهم اعلى من خبرات اللعيبه اللي موجوده. انت عارف يا كابتن مشكله نادي الزمالك، انا شايف ان دايما الصراعات فيه يعني الناس بالظبط. بص يا كابتن، انا شايف ان مثلا الاهلي الناس كلها بيكون همها ورا إن الفرقه، ان النادي الاهلي يكسب ورا الفرقه. نادي الزمالك الفرقة. نادي الزمالك الصراعات اللي موجوده بتيجي على حساب الفريق. دي وجهه نظري طبعا، مع احترامي لكل الناس. انت متواجد وكابتن ربيع في النادي الاهلي وكلنا عارفين مفيش مشاكل في النادي الاهلي. لا طبعا في طبعا، بس مقفوله. نادي الزمالك المشكله ان انت الصغيره بتتسمع، الصغيره بتسمع، فدي عامله مشكله لنادي الزمالك. يعني يا كابتن اسال اي صحفي يقول له الاخبار اللي بتجيبها اسهل بالنسبه لك من الاهلي ولا من الزمالك؟ لا الزمالك، هيقول لك الزمالك للاسف يعني. بالليل بالظبط للاسف. انما انت عارف لو الناس دي قفلت على نفسهم برضه هتلاقي اصلحنا يا كابتن. همنا ان الكره المصريه طول الاهلي والزمالك بالظبط، عشان خاطر منتخب ويجي على طول الاسماعيلي من وراهم ويجي المحله ويجي المصري. يا كابتن بس الاسماعيلي كابتن مواله موال، انا شايف الاسماعيلي يعني زعلان على حاله. الاسماعيلي انا متضايق جدا، الاسماعيلي كلنا مش انا مصر بس، مصر كلها زعلانه الاسماعيلي. الاسماعيلي قبل الاخير بعديه وقت دجله، الاسماعيلي بيخسر قدام الاتحاد، الاتحاد كان عنده طرد، فكلنا حتى مع تغيير الجهاز الفني اللي جه فالكل متفائل ان الاسماعيلي يعمل حاجه افضل، لكن الاسماعيلي بيخسر للمباراه الثانيه او تعادل في خساره او تعادل في هزيمه في هزيمه. كابتن عبد الله محدش كلمك الفترة اللي فاتت تبقى موجود في الاسماعيلي، تبقى متواجد، مفيش لجنة حكماء، مفيش لجنة مع الكابتن عماد سليمان مع الكابتن علي بوجريشة تتجمعوا وتروحوا وتشوف يعني. اكيد يا كابتن عبد الله في حل عشان نادي الاسماعيلي ينقذ نفسه الموسم ده، للاسف لاول مرة بنقولها في حياتنا، ينقذ نفسه الموسم ده من الهبوط او الصراع على الهبوط. لا هو كان في كلام فعلا بيني وكان من كابتن عماد سليمان يعني كنا بنشوف لعيبة فعلا النادي الاسماعيلي الفترة اللي قبل الانتقالات الشتوية، ورشحت انا كذا لعيب وكده وحتى قعدنا اتكلمنا كتير يعني اتكلمنا في شغل المدربين والناس اللي موجوده ومع العلم ان مجموعه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاسماعيلي لعيبه كويسه. في كل خط في لعيبه كويسه. بس ما تعرفش ايه اللي بيحصل جوه النادي، يعني ايه حاله الانفكاك اللي موجوده دي، ان كان بين اداره او جماهير او لعيبه، حاجه غريبه. انما لو هتتكلم كمجموعه لعيبه، مجموعه لعيبه تنافس على الاقل هتمشي في نص الجدول. مجموعة لعبة كويسة في كل خط. انت عندك التلت الهجومي لما يبقى عندك شكري، لما يبقى عندك فخر الدين بن يوسف، عندك صادق، عندك مدبولي، الشامي، عبد الرحمن مجدي، يعني انت بتتكلم في تقل في خط واحد. نص الملعب نفس الحل، عندك لعبة كويسة. بس يا كابتن الاسماعيلي برضه يفتقد الى بعض الاسماء اللي يعني تثقله في حته الملعب والخبرات. الاسماعيلي عنده شباب كويس. الاسماعيلي يا كابتن انا شايف ان حته التعاقد يعني غايب عنه. انا اقول لحضرتك على حاجه يا عمر، معلش قول يا كابتن، هو المحله ولا نادي الاسماعيلي؟ يعني الاثنين اسامي كبار. معلش بس المحله يعني اهو على علم ان في لعيبه مغموره لسه، وفي لعيبه من الدرجه الثانيه طالعين صاعدين معاه، يعني المحل ما دعمش على الاقل بشكل بس كويس. بس وضع المحل مختلف عن الاسماعيلي يا كابتن. مختلف لحضرتك اداريا. برافو عليك. بس انما طب يعني مثلا المحله من اول موسم كابتن خالد تمام، والموسم اللي فات كابتن خالد ما هو دلوقتي الاسماعيلي غير كام مدرب؟ غصب عنك. لا مش غصب عنك، غصب عنك. طب ليه يا كابتن؟ انت بتتكلم اداريا. انا بحب الاسماعيلي. ما هي دي، ما هي المشكله في ايه؟ انت كاداره والاداره بص، الاداره اول ما ترمي ودنك للشارع خلاص، لا انت هتروح ولا هتيجي. ما هو فعلا سبب سوء النتائج دي تغيير الاجهزه الفنيه كتير. انا على ما باجي بس اقول لعمر بسم الله بكون مشيت، وده مش صحي في الكوره. ده ما بقاش صحي. المدير الفني عايز وقت، ماتش واثنين وثلاثه وسته كمان لحد ما اللعيبه تاخد على فكره، يقدر يحط السيستم اللي هو عايزه، يعرف مين الكواليتي اللي يقدر يمشي معاه في الفتره اللي جايه. انما اقول لك على حاجه، الماتش اللي جاي ممكن يقول لك الراجل ده بخ، لو حصل اي نتيجه سلبيه هيقول لك يلا بالسلام، تبدا تاني تعيد من الصفر. على ما يجي حد بس يا كابتن، بص انا هقول لك على حاجه بقى، الاسماعيلي تعاقد مع مدير فني اجنبي، مفيش اي شروط جزائيه بينه وما بين النادي. تمام دي حاجه. الحاجه الثانيه دلوقتي الاسماعيلي لو لا قدر الله فضل موقفه وحش، مين المدرب اللي هيقبل ان هو يمسك الاسماعيلي في الوضع الحرج ده؟ هيكون يعني كل حاجه فاتت الوقت عدى. مين اللي هيقبل يمسك الاسماعيلي يعني؟ دلوقتي اي حد يتمنى يجي يمسك الاسماعيلي. انت هتمسك الاسماعيلي دلوقتي تمام، والاسماعيلي بيصارع الهبوط تمام، لو لا قدر الله دي.
لحظه بس، انا بتكلم ان حضرتك بتقولي دلوقتي ايه، لو المدرب اللي جاي حقق نتائج سلبيه هيمشي صح؟ طيب مشي، جه مدرب مصري تاني حقق نتائج سلبيه، ايه اللي هيحصل؟ هيمشي. طيب دلوقتي انا المدرب عارف ان انا موجود دلوقتي، طب ما تديله الفرصه لحد نهايه الموسم. ما ده اللي بنتكلم فيه، سيب. لكن الناس كابتن ولاد الاسماعيلي خايفين اي حد هيجي يقول لك هيمسك الفريق يقول لك كابتن عبد الله اللي هبط الفريق مثلا. النادي الاسماعيلي مش هيهبط كابتن، مثلا بقول لك مثال، انا معاك. بص هتكلم معاك، مش هيهبط الدوري، هيتلغي اي حاجه، هياخد هبوط. انا معاك، النادي الاسماعيلي مش اسماعيليه اساسا. انا من بنها، مدينه بنها. يعني بس عز عليا نادي الاسماعيلي كلنا يا كابتن، وده ده انا ده النادي اللي اتربيت فيه، وده اللي عمل لي اسمي، وده اللي مقعدني قصادك. فانا بتكلم النادي الاسماعيلي عمرها ما هتحصل ان شاء الله باذنك يا رب، عمرها ما هتحصل. طب انا ممكن اقول لك على حاجه تمام، بس انا بكلمك في نقطه معينه، ان اي حد يقول لك انا ما امسكش الاسماعيلي في الوضع ده، قول له شكرا بالسلامه، انت على قدك في الشغل. كابتن عبد الله، كابتن محمد وهبه مسك الاسماعيلي، كابتن خالد القماش مسك الاسماعيلي، كابتن ابو طالب العسوي مسك الاسماعيلي، كابتن احمد العجوز مسك الاسماعيلي، مين، كابتن ادم السلحبار مسك الاسماعيلي، محدش بيكمل بسبب الوضع الاداري للاسماعيلي فيه دلوقتي. احنا هنتكلم في نقطه، ما هو ولاد الاسماعيلي مش هيجي يقول لك، يعني هيجي يا كابتن يقول لك انا امسك الاسماعيلي دلوقتي يبقى انا ظلمت نفسي وظلمت الجماهير. بلاش ولاد النادي دلوقتي، انا بقول لك في الاخر لما الموضوع لا قدر الله يروح في سكه. بص يا كابتن، المحله نادي عريق وليه قاعده جماهيريه والاولمبي وغيره وغيره وغيره، لكن الانديه دي بقت في الوضع اللي كانت فيه بسبب الاداره، بسبب الموارد الماليه، بسبب بسبب بسبب. فالاسماعيلي لازم نلحق قبل ما الوقت يعدي. والله يا كابتن منين؟ منين؟ ما انا بص، ما انا هقول لك على حاجه، مع احترامي للجمهور وللشارع، ما انا بقول لك اول الاداره دي ما تسمع بس ودنها يترمي بره وقلقانين، يبقى انت كده مش هتوصل للهدف اللي انت عايزه. اقفل وحط قطن في ودنك دلوقتي، واقفل على فرقتك وسيب الراجل يشتغل. خسر ماتش 2-3، المكسب جاي جاي، انت فرقه كبيره ووراك بلد ووراك محافظه كبيره، انما انت مش كل 3 دقايق تجيب لي مدير فني وتقول لي يلا عشان اراضي الجمهور واراضي الناس واراضي ولاد البلد. مش هينفع، ما ينفعش. انت بتتكلم في استقرار، انت عارف يا كابتن الله الاستقرار الفني ده بيجي منين؟ مش من الاستقرار الاداري طبعا. لما تبقى انت مستقر اداريا يبقى تعالى كلمني في الفني. كل حاجه، كل حاجه تستقر، المنظومه مربوطه ببعض. بس قبل اي حاجه الاداره. عندنا مثال الاهلي والزمالك، زي حضرتك اتكلمت وقلت الفرق بين الاهلي والزمالك، الزمالك ممكن في بعض المشاكل اللي مشاكل بسيطه طيب. يعني الزمالك يخسر محل، الزمالك يتعادل، تنفع محل بعد الاهلي تفضل المقاصد. بس اكيد في حاجات بتقع لك الفرق داري للفريق، هتاخد كل حاجه لما تبقى من بره. وفر لك فلوسك مراك الفريق دلوقتي الهيت كور ب 30 ل 25 لعيب تركيزهم كله في الملعب. خلاص، مش مسؤول منك غير ان تقفل على نفس الهدف لنا. دي الكوره، انما هتقول لي حاجه غير كده؟ اداريا صفر، وعندك مدير فني هايل، وعندك مجموعه لعيبه ولا احسن من كده، المحصله صفر في الاخر. اخيرا، الاسماعيلي يستحق مدير فني مصري ولا مدير فني اجنبي في الوقت الحالي؟ مصري. مصري من ابناء الاسماعيليه ولا من خارج؟ اهلي ولا زمالك؟ ايا كان، ايا كان، الاثنين واحد. الاثنين واحد، الاثنين. بص، هنا في مدربين كبار وهنا في مدربين. الاسماعيلي عنده كنز من الناشئين ما حدش عارف يستغله لحد دلوقتي. طبعا، ده في فرقه 99 دي بيقولوا مكسره الدنيا. مكسره الدنيا. واقول لك، وانا بقول لك والله، المجموعه اللي ما تعرضش عليك اي حاجه في الاسماعيلي، منصب اي حاجه، لا حدش اتكلم معاك. لا، انا بقول لك بس، هو كل قبل القيد الفتره اللي فاتت دي كان فعلا حصل اتصال بيني وبين كابتن عماد، كلمني وبدانا فعلا نشوف موضوع اللعيبه دي. حتى كنا بنتكلم ان ده ممكن يجي او ما يجيش، وقعد الراجل بصراحه يعني كتر خير كابتن عماد، يعني هو بيحاول يعمل حاجه هو كمان، بس ما باليد حيله زي ما بيقولوا، ايد واحده مش هتسقف. طيب، الفتره اللي جايه عايزك تقول كلمه كده بقى لجمهور الاهلي والاسماعيلي والزمالك بسرعه سريعه. اسماعيلي، اسماعيلي طبعا. طيب، اتمنى لهم بس يهدوا على الفرقه. يهدوا، عندهم مجموعه لعيبه كويسه، وعندهم كنز حتى في الناشئين تحت، نهدى شويه على الفرقه. طيب، مش مستعجلين الفوز. الاهلي، الاهلي طبعا ما فيش كلام غير اقول ايه غير اللي احنا بنشوفه ده. النادي الاهلي برونزيه العالم طبعا، الف مبروك طبعا، حاجه انجاز يعني، من بعد احنا ما خدناها في 2006 ما اتكررتش. النهارده بتحقق حدث تاريخي
بيتكرر بعد حوالي هو 14 سنه و 15 سنه. فالف الف مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعيبته وكل حاجه. فاتمنى لهم طبعا التوفيق. الزمالك ان شاء الله ماشيين بخطى ثابته، بس اتمنى ان هو ما نمشيش على سطر ويسيب سطر لنادي الزمالك. عايزين الكوره كلها او الفرق كلها تبقى في مستوى واحد، ده لصالح المنتخب في الاول وفي الاخر. اتمنى له التوفيق طبعا، ونادي الزمالك ونادي الاهلي ونادي الاسماعيلي، الانديه الكبار، ده المثلث اللي احنا من يوم ما اتولدنا واحنا عارفين ان دول كبار في مصر. فاتمنى لهم التوفيق. طب محمد، يمكن اول مره نكون مع بعض على الهواء لكن مش اخر مره تكون موجودين طبعا. يعني اتمنى ان حضرتك تشرفني وتنورني دايما، نتكلم دايما في الكوره ونتناقش ونتحاور. الكلام مع حضرتك ممتع جدا حبيب وجميل. بشكرك على وجودك حبيبي. ربنا يخليك. انا شكرا لذوقك حبيبي. ربنا يخليك. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله حلقه قويه جدا. كابتن هيثم عرابي هيكون موجود معايا فقره اولى، فقره ثانيه فقره صحافه، في نفس الميعاد. نشوفكم بكره دايما على خير. تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.